14 دقيقة 41 ثانية فيه 17 خطأ لغوي. ده في ده يتكلم باللغة العربية يا أخي ما تدرسنا، نحن نتكلم بالدارجة زي تسوداني زينا، دار تكلم باللغة العربية كويس نجيض أول شيء، ونحن ما غالبين ما غالبنا ولله الحمد، نرد عليك باللغة العربية لكن ما بتستاهل ما بتستاهل يا أخي ما تضيع زمننا. طيب تعال شوف اللغة بعدين جايك للتفصيل. قال في الدقيقة 29 ثانية عن صاحبك، عن صاحبك ولم تدافع عن صاحبك، وهي صحيح عن شنو؟ صاحبك بأداة جر، ما عندي حرف جر أمش قدام. قال في الدقيقة 39 ثانية يعني بعد عشر ثواني بس، ماذا قال؟ أخطاء في النطق وأخطاء في الإعراب ذاته في النحو. قال الأمور على كثير من الأمور، الصحيح شنو؟ الأمور. طيب الدقيقة 32 ثانية قال الجهل، والجهل وهي الجهل دي لام قمرية. الدقيقة 42 ثانية يعني بعد 3 ثواني بس قال محمد مصطفى، والسير على منهج محمد مصطفى عبد القادر المهرج، هي محمد مصطفى عبد القادر لأنه التقدير محمد ابن مصطفى ابن عبد القادر مضاف إليه والمضاف ابن. ماشي قدام الدقيقة 3 ثانية قال ثم في تسجيلك، ثم في تسجيلك هذا وفي عارف شنو؟ تسجيلك ولا تسجيلك؟ أمشي لقدام. تلك 17 خطأ في 14 دقيقة، والله كلام طيفور ده صح، معليش يا جماعة. قال لي يا أخ ما ترد عليه واشتغل توحيد بينفعك في قبرك، لكن في شبه أنا جبت لك الحديث. طيب قال في الدقيقة 23 ثانية اتصلت علي أو اتصلت على كلمة سمعتها، أنت اتصلت على كلمة سمعتها من بعض الناس، وهي على كلمة سمعتها لأنه أنا مخاطب، سمعتها أي أنت يا أحمد البدوي يا مسكين. طيب الدقيقة 4 قال ورأس أمره توحيد الله، ورأس أمره توحيد الله جل وعلا، هي ورأس أمره توحيد الله، توحيد الله مرفوع، توحيد مرفوع. قال في الدقيقة 24 ثانية حسب قولك، حسب قولك يا حسب شنو؟ قولك مضاف إليه مجرور. أنا وبعض أخواننا مشت زيارة لأخينا آداب، ففي واحد من أخواننا قال لي خلي سجلوا في معهد آداب في الأول آية مستوى الأول، لكن أبو بكر قال لي ما بينفع، ما مشكلة طويلة، ما قلت لي كذي أنت هذا موضوع. طيب وبعد ده قال هيا هلا، وإذا أردتم أن تفتحوا هذا الباب فهيا هلا، هيا هلا يا زول. طيب هيا هلا دي جاية فيها كلام كثير، هيا هلا هيا هلا للمكاشفي ما تقالت، للكباشي ما تقالت، للبرعي ما تقالت، لمحمد المنتصر ما تقالت، اتقالت لناس زينا نحن، الله يتقبل نحن مساكين، لكن دعاء التوحيد تقول لهم هيا هلا كذا. اصبر ليدي عندي فيها تعليق كثير. حسب قولك الدقيقة 5 ده الخطأ العاشر، يعني المتوسط كل دقيقة فيها كم؟ فيها خطأان، يعني كل 30 ثانية يديه شنو؟ خطأ. يا أتكلم بالدارجة أنا بقول لك، قال ناقشت، هنا ناقشت وقال ناقشت، وكان واصل مفروض تكون ناقشت، لكن دي خليها أمش. قال شنو؟ فكر مزمل، مزمل عنده فكر ولا بيدعو إلى التوحيد والسنة؟ وزول ما فرق بين الدعوة والدين والفكر، في فرق ولا ما فرق؟ دي خلوها أمش قدام، مع إن هذه خطيرة جدا، اللي ابن عثيمين عنده فيها كلام. طيب
فكر مزمل وأصحابه. ناقشت فكر مزمل وأصحابه. هي وشنو؟ وأصحابه، لأنه معطوفة على المجرور بالإضافة مجرور، معطوفة على المجرور بالإضافة، يبقى يكون شنو؟ تكون مجرورة ذاتها. طيب دي الدقيقة 5:09 نمشي عشان الزمن. أخونا أبو بكر جزاه الله خير عنده تعليق، قال أن تدافع، أن تدافع في الدقيقة 5:14. لم تستطيع أن تدافع، أن تدافع. الدقيقة 6:27 قال أتحدى كل من، أتحدى كل من يأتي بتسجيل، هي أتحدى شنو؟ كله، رفع كل ودار رمينا نحن، وكل منصوبة رفعها وتنصب علينا نحن بالألفاظ، لف وتدور بوريك ناسي ليتضح لك أنت أنك كذاب وجاهل، عنده جهل، عنده جهل. اصبر لي، اصبر لي شوي. طيب الدقيقة 6:44 قال في أصحابك، كلامك كله في أصحابك، قبل عن أصحابك يعني أصحابك، وأسي في أصحابك، وهي في أصحابك، في محترمة، عن محترمة، يا ناس احترام من ناحية لغوية. طيب الدقيقة 8:48 قال عن الصوفية تضرب، وتضرب كلام أهل السنة بعضهم البعض، هي تضرب كلام أهل السنة بعضهم البعض، وهي كلام أهل السنة لأنه مضاف إليه مجرور، وبعدين قال بعضهم البعض، هي بعضهم البعض. طيب الدقيقة 11:06 قال حتى أبين، هي قال حتى أبين له، حتى أبين له، هي حتى أبين له مفتوحة جعل ساكنة لأنه حتى تنصب. طيب الدقيقة 11:12 قال في مسجد قائم عليه إنسانا معين، لملصق يلصق في مسجد قائم عليه إنسان معين، هي إنسان معين نصب. الدقيقة 13:09 قال إن أردت به شيء آخر، إن أردت به شيء آخر، وهي إن أردت به شيئا آخر، حتى لو داري كيف يقول إن أردت به شيئا، صح ولا ما صح؟ نعم لا ألف، لكن نزال الله العافية. ده 14 دقيقة فيها 17 خطأ لغوي، عشان كده أنا برود عليك بالدارية وباخذ راحتي. المشركين قالوا، هي المشركون قالوا، لكن باخذ راحتي لأنه بالداري أنت كان تسكن طوالي تواصل سكون، ولا تتعلم زي الناس لغة، وبعد ده يصف أخواننا بالجهل كذا، أصبر لي. وصفهم بالجهل واحد، وفيهم من يحفظ البخاري ومسلم، وكيف القرآن ده ما الله يتقبل، كثير منهم حافظينه لكن البخاري ومسلم حافظينه وغيره من الكتب، وزول عنده جهل يخوف السرورية، وعنده جهل يكسر الصوفية، وعنده جهل يفرتق الحزبيين، وعنده جهل يحارب الإخوان المسلمين، وعنده جهل واحد تاني يعمل معهد يدرس فيه اللغة ويدرس الفقه، ده كله جهل. وأن ما أنتم إلا جهلة اجتمعتم على الجهل لبث الجهل، عليك الله ده ما كذب؟ وفي نفس الرد أسمعوا الآن، رديت به وعليه المرة الفاتت فيه، وإنه أنا ذكرت له وإنه مزمل يدرس مع عبد الرحمن محي الدين و11 كتاب ختمه معه، وماشي 12-13 ماشي ياسي بيدرس معه، بيدرس مشينا زيارة أسبوع في المدينة كان هناك جزاه الله خير، مشينا الظهر ودانا مزمل ذاته ودانا قباء، مسجد قباء عنده شيخ هناك بيدرس معه اسمه مسعود الأفغاني، بيدرس معه تفسير. العصر قرب قال عندنا درس، مزمل ذاته وين؟ مشينا مسجد هناك جنب الشيخ محمد بن هادي،
لقينا درس للشيخ محمد بن هادي جه درس فيه المغرب. قال والله عندي درس يا جماعه في الحرم المدني. ما شوين المدني بعد المغرب شفنا بعيوننا قاعد مع الشيخ عبد الرحمن محي الدين، الشيخ عبد الرحمن محي الدين بيدرس فيه في الكتب، وانا ذكرت كلاما في التسجيل وهو سمعه وما زال يصر على وصفهم بالجهل. عليك الله الزول ده الحاصل على شنو؟ حقد، والله في حقد.